دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. نيلسون مانديلا عايش زعيم عالمي ومات زعيم لبناني. ليش؟ لأنه حسب وصيته اليوم ما حدا استفاد من ثروته إلا عائلته وحزبه ومؤسساته. قولوا على القليل زبطن من بعد ما مات، مش هو وعايش وعلى عينك يا تاجر مثل عنا. العوافي تمام بيك. العوافي. سمعت العماد عون اليوم بعد اجتماع التكتل؟ نعم سمعته. حذر بقوة من حكومة غير ميثاقية. ويحذر شو يعني؟ وحذر من إلغاء الشراكة الوطنية. ويحذر شو يعني؟ وحذر من العبس بالثوابت الوطنية والمسلمات. ويحذر شو يعني؟ مش فارقة معك؟ لا أبدا مش فارقة معي. أي وشو رح تعمل يعني؟ رح أعمل سكري، رح أعمل جلطة. 10 أشهر صار لي ناطر وبعد ما بعرف إذا في حكومة. مي يا شباب مي. ومننتقل على معراب، حيث أعلن النايب أنطوان زهرة اليوم حقيقة طيارة معراب وهدد إذا بتحلق بعد مرة رح تسقط. تيك تك تيك تك تيك تك. بهالمؤتمر الصحفي يا أخوان رح أكشف حقيقة خطيرة، وهي إنه الطيارة المجهولة اللي صار لفترة عم بتحلق فوق معراب بطلت مجهولة. هالطيارة المخصصة للتصوير والرصد نحن صورناها ورصدناها، وطلعت طيارة إيرانية الصنع من نوع ياسر. وبمجرد ما طلعت إيرانية ومن نوع ياسر، فالجهة اللي عم تبعتها على معراب صارت معروفة وأكيد أهدافها معروفة، وهي محاولة اغتيال الحكيم مرة أخرى. لكن هالطيارة ياسر ما بقى رح تتجرأ تطير فوق معراب بعد اليوم، لأنه بدها تسقط. ليش بدها تسقط؟ لأنه اسمها ياسر ومش فادي. فادي ما سقط صح، لكن ما في شي بيقول ياسر ما سقط. وقد أعذر من أنذر وشكرا. تابعونا بعد الإعلان. ماذا يوجد في الملف؟ تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية. مؤخرا كل ما يزور الرئيس المكلف تمام سلامة بعبدة عم بيكون حامل بإيده ملف. هالملف شغل الأوساط السياسية والإعلامية، وإذا حبين تعرفوا شو في بالملف ما إلكن إلا ديمقراطية. تيك تك تيك تك تيك تك. ألو جنرال، عم بتلاحظ انه السيد تمام سلام صار هالفترة عم بيزور بعبدة ومعه ملف لونه ازرق عرمادي؟ ايه عم لاحظ. منقذك هالملف؟ انه لازم نعرف شو فيه وشو نواياه. اذا عرف بتخبرني. صاير عم بيتنقل والملف الازرق عرمادي تحت باطه. وما قدرت يا وائل تعرف شو فيه بهالملف؟ لا والله سألت الرئيس كمان قال لي فخامته انه مش عارف شو فيه. اوف. معقول يكون عم بيحضر شي مفاجأة تقلب الطاولة على روس الجميع؟ هالملف قصته قصة، لازم نعرف شو فيه بقلب هالملف. بقوسي جنرال، هيدا الملف. حاج، هيدا ملف تمام سلام؟ وي، قدرنا بأسلوبنا الخاص نسحبه من عنده ووضعنا له بداله ملف مثله طبق لزق حتى ما يلاحظ شي. يخرب زوجهم ملا حزب. هات لنشوف كيف عم بيفكر يعمل حكومته تمام بيك. ورقة بس؟ هيدي التشكيلة؟ لا. هي اتصالة. يا رب افتحها بوجهي وخليني اعمل هالحكومة واحمل اللقب دولة. يا رب يا رب يسرني، صار لك 10 أشهر معرقلني. يا رب جاوبني على سؤالي، في
في حكومي أما ما في حكومي يا رب حاج جنرال دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لا دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك